رشيدة السعودي ممثلة، مشاركتي في مسرحية حتى هو حشومي اللي سهر عليها بزاف بزاف، من حيث النص ولا من حيث الإخراج ولا حتى من حيث الأداء الفنان الجميل عبد الواحد موادين. أيضا العمل كيضم واحد المجموعة من الفنانين الرائعين والجميلين جدا كالفنان ديالنا الكبير سهنيني والأخت حنان الخالدي والفنان الرائع الجميل مصطفى صبحي وأيضا الفنان الرائع فريد بكا. الدور ديالي هو غنو في هذه المسرحية هذه اللي هي حتى هو حشومي. هاد غنو هي الخادمة ولكن في نفس الوقت هي مربية مع بنت مول الدار اللي كتعتبرها صديقة وأخت ومحط الأسرار ديالها وكتكسب الثقة، وهي عندها لو فيفور في الدار، كدير فيها اللي بغات وكتصرف فيها كيف ما بغات بواحد شوية من الذكاء، بواحد شوية من ديك الترخوين ديال ديك الخادمة اللي شوية في شكل عندها واحد الطابع خاص. دونك الشغال ديالي مع فرقة مسرح الثلاثة أفتخر بالإشتغال. مصطفى هنيني ممثل، اليوم كيف شاهدتوا كان مع العرض ديال مسرحيه حتى هو حشومي. حتى هو حشومي مسرحيه مأخوذه عن لابيش لي دو تيميد. مسرحيه هي من ترجمه واقتباس واخراج الفنان القدير عبد الواحد موادين اللي كتهضر على واحد الافه اجتماعيه اللي هي الحشمه. هذه الافه كتولي ان عند العواقب وخيمه. حنا كنطرحوا هذه الافه ديال الحشمه باش نوريو للجمهور كيفاش يتفادى ان المرأة او الانسان يتفادى هاد الحشمه، لان بخطر الحشمه كتؤدي للحويجات اللي ما كيكونوا يعني خايبين وكتكون العواقب ديالهم وخيمه. حنا الان بصدد جوله مسرحيه في اطار الجولات اللي كتقوم بهم وزاره الثقافه. حنا عندنا دعم من وزاره الثقافه، حنا كان هذا هو العرض الاول في اطار الجولات اللي غادي تكون في جميع اقاليم المملكه ان شاء الله. هذا العرض هذا يمكن حنا وصلنا للعرض الخامس عشر، وكان الاقبال الجماهيري كبير في جميع المناطق اللي لعبنا فيها، وكنتمناو ان الجمهور يجي يشوف هذا العمل هذا ويتمتع به، لانه فيه متعه، فيه بزاف الحوايج، فيه مواقف ساخره، فيه مواقف كوميديه، يعني عمل جميل جدا كنتمنى ان الشعب المغربي يجي يشوف. وهذه الجوله باقا مستمره؟ طبعا الجوله باقا مستمره، هذه غير يعني المرحله الثانيه ديال الجوله، اللي غتكون ان شاء الله جوله كذلك في الديار الاوروبيه، غتكون بفرنسا وباسبانيا وبايطاليا ان شاء الله. نعم. طبعا الجاليه دائما الجائله ديال الجاليه المغربيه دائما ما كتخيبناش، وكتكون في العروض ديالنا عندها اقبال كبير، وكتجي تشوفنا لانها محتاجه انها تشوف الفرجه وتتمتع، خصوصا انك كيكون الانسان في الغربه كيكون عنده واحد متعطش وعنده واحد الوحشه خاصه للمسرح المغربي او الاغاني المغربيه او اي حاجه مغربيه، فهو كيرتاح ملي كيشوفها في المهجر. فريد بكا مساعد مخرج عبد الواحد موادين، مخرج مسرحيات حتى هو حشومي. حتى هو حشومي مسرحيه كوميديا تدور الاحداث ديالها في قالب هزلي، وهي تحكي ان واحد الانسان كيجي لواحد العائله كيخطب واحد البنت، تلعبوا على لو تيم ديال الحشوميه. المسرحيه هي بدعم من وزارة الثقافة ومن تشخيص مجموعة من الممثلين: عبد الواحد موادين، مصطفى هنيني، مصطفى صبحي، حنان الخالدي، رشيدة السعودي. المسرحية